إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا رحمكم الله أن التقوى كما يدل عليها لفظها هي وقاية من الضلال في الدنيا ومن النار يوم القيامة، وقاية من الانحراف، ووقاية من الغواية. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى. فسنيسره لليسرى. أيها المؤمنون، إن الإسلام هو دين الحق، وإن دعوة الإسلام هي دعوة الصدق والحق. ومنذ أن بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الدين، وأهل الكفر يعادونه ويعاندون ويبذلون ما يستطيعون لصده والصد عنه بكل ما يملكون، بالحرب والسلاح تارة، وبالكذب والتهمة تارات أخرى. ولا تزال هذه الحملة الكافرة من الأعداء على المسلمين إلى هذا الحين. فمتى ما تمكنوا من شعوب بالقوة والسلاح استعملوا معهم ذلك، ومتى ما عجزوا أو لم تفلح لهم تلك الطريقة استعملوا سبل التشويه والافتراء على الإسلام وشرائعه وشعائره. ولذلك عباد الله، فمما يحسن بالمسلم أن يعرف حقيقة دعوة الإسلام تثبيتاً لنفسه ودعوةً لغيره، بياناً للحق على حقيقته ورداً للباطل على ضلالاته. فما هي دعوة الإسلام؟ وإلى ما يدعون الله تعالى في كتابه، وما الذي جاءت به القرآن، أو ما الذي جاءت به دعوة القرآن، وإلى ما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام. إن في هذا القرآن الكريم عباد الله، إن في هذا القرآن الكريم بيانا لهذا الدين وإيضاحا لهذه الدعوة، ألا وهي دعوة الإسلام. فالله جل وعلا يدعونا إلى دين الإسلام، يقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله تعالى يدعونا إلى السلام، كما قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام. فإن كان الله يدعو لدار الآخرة التي سماها بدار السلام، فلا شك عندها أن دعوته لنا في الدنيا هي دعوة كذلك للسلام.
ولهذا أمر الله جل وعلا بالدخول في السلام جميعا أي في دين الإسلام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فأمرنا جل وعلا أن ندخل جميعا في الإسلام الذي هو دين السلام الحق. ولقد كان من أسباب إسلام كثير من الناس ومنهم عبد الله بن سلام، وكان إسرائيليا، فلما رأى دعوة الإسلام إلى السلام أسلم وآمن رضي الله عنه. يحدث عن نفسه فيقول: خرجت في جماعة من أهل المدينة لننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين دخوله المدينة، قال: فنظرت إليه وتأملت وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء سمعته منه: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذا أول ما سمعه هذا الإسرائيلي من النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه المدينة، هو دعوة للإسلام ودعوة للسلام. فأسلم رضي الله عنه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بل شهد له بها. الله يدعونا عباد الله، يدعونا إلى الإيمان به وحده لا شريك له. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. وكيف لا نؤمن بالله جل وعلا ربا خالقا مالكا مدبرا إلها معبودا بالحق، وإليه تتوجه جميع الخلائق في الضراء. قال جل وعلا: وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه. الله يدعونا إلى أن ندعوه وحده تعالى، فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال جل وعلا: وادعوه مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الله تعالى يدعونا أن ندعوه رغبة ورهبة، كما أخبر على بعض عباده الصالحين من الأنبياء والرسل وذويهم: يدعوك، قال، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الله جل وعلا يدعونا إلى أن ندعوه تضرعا وخفية، فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ويدعونا إلى أن ندعوه خوفا وطمعا، قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. الله تعالى يدعونا إلى أن ندعوه وأن نطلب منه وأن نتوسل إليه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويدعونا إلى أن ندعوه ونتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تعرف بها إلينا، فقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ثم إنه جل وعلا عرف نفسه إلينا بما ذكر في كتابه من أفعاله وأقواله، وتعرف إلينا بصفاته، وتعرف إلينا بأسمائه، فذكر العديد الكثير من الأسماء، وسمى نفسه بأسماء الحسنى قد بلغت في الحسن غايتها، فهو الأحد الواحد الصمد
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور الرحيم الرؤوف العليم الحكيم الخبير العزيز القوي الجبار المتين إلى غير ذلك من أسمائه جل وعلا العظيمة التي أمرنا وطلب منا ورغبنا في أن ندعوه بها فقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. كل هذا عباد الله مما دعانا الله إليه في كتابه، وإذا قام به الإنسان وجد في نفسه انشراحاً وراحةً وسكينةً وطمأنينةً كما قال جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه دعوة الله لنا في كتابه، وفيها تحقيق السلام في القلوب، وهو غاية ما به يرتاح الإنسان ويطمئن. وإن مما يدل على ذلك ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرم، فقال عليه الصلاة والسلام أنه ما من عبد يصيبه كرب فيقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي ماض في حكمك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سماه صلى الله عليه وسلم بدعاء الكرم، وليس فيه أن وليس فيه طلب العبد من ربه زوال الكرب، ليس فيه اللهم ارفع عني كربي هذا أو غمي هذا أو غير ذلك، لكن الحكمة التي فيه أن الغم والهم والكرب يضيق القلب ويضيق الصدر ويكدر الخاطر ويكدر الخاطر ويخلط على الإنسان باله، فإذا دعا الله تعالى بما تعرف الله به لعباده في كتابه وسنة نبيه كان ذلك مزيلا ومذهبا للكرب الذي به يتكدر الخاطر والبال ويضيق به الصدر والقلب. هذا ما يدعو الله عز وجل إليه عباده في كتابه، وهو من الأمور العظيمة التي تطمئن بها النفس ويرتاح بها القلب وينشرح بها الصدر. وإذا وقع ذلك للقلب انطلق البدن بعد ذلك فحقق على وجه الأرض الكثير مما يرجو. يدعون الله جل وعلا إلى الطريق القويم وإلى الصراط المستقيم فقال وإن لك، أي خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن لك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. الله تعالى يدعونا إلى أن نستجيب لأمره وأن ننتهي عن نهيه وأن نستجيب لأمر رسوله وننتهي عن نهي رسوله، وبذلك تكون الحياة الطيبة. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقال تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، وقال جل وعلا من يعمل صالحا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله تعالى يدعونا إلى النجاة كما ذكر جل وعلا على لسان مؤمن فرعون، فقال تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. الله جل وعلا يدعونا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويدعونا إلى مغفرة الذنوب، فيقول: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال جل وعلا: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. الله جل وعلا يدعونا إلى الحق والقضاء به، فيقول تعالى: والله يقضي بالحق. الله جل وعلا يدعونا إلى عبادته أوقات صفاء الذهن وراحة البال لتتقوى رابطة العبد بالله تعالى، فيقول في وصف عباده المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والله تعالى يدعونا أن نسارع إلى الجنة ونسابق إليها بفعل كل أنواع الإحسان. يقول جل وعلا في دعوته هذه العظيمة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فليست هي دعوة فقط، بل حث وترغيب على المسابقة والمنافسة والمسارعة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فمن هم هؤلاء المتقون عباد الله؟ بينهم جل وعلا فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه أنواع من الإحسان. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذه دعوة الله تبارك وتعالى إلينا، وهي أن نسارع إلى مغفرته وإلى جنته سبحانه وتعالى، وذلك بفعل هذه الأعمال التي هي أنواع من الإحسان. هذا مما دعانا الله عز وجل به، وفي هذه الدعوات التي دعانا الله بها في مجمل ما ذكرنا مما يطمئن القلب ويريح البال ويشرح الصدر، وعند ذلك تستوي حال الإنسان بين روحه وبدنه، بين ما هو يعيشه معنى وما يلمسه ويحسه، وعند ذلك تستوي على الحقيقة النفس البشرية، فيكون عند ذلك عطاؤها على ما يرضي الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، هذه دعوة الله عز وجل لنا، وهذا ما تضمنه كتابه وما تضمنه دينه، وهذا ما يدعونا إليه سبحانه وتعالى. أمور عظيمة تستوي بها النفس ويرتاح بها القلب وينشرح بها الصدر. وإن مما دعانا الله عز وجل إليه أن ندعو الناس بأحسن الطرق. قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فدعوة الناس عباد الله لا بد فيها أن تكون فيها هذه المراتب الثلاث: أن تدعو بحكمة، وأن تعظ بالتي هي بالحسن بالموعظة الحسنة، وإن كان ثمة جدال ف
فجادلهم بالتي هي أحسن، كما قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. بل أمرنا جل وعلا ودعانا أن نقول الحسنى، فقال: وقولوا للناس حسنى، وقولوا للناس حسنى. ويدعون الله جل وعلا إلى كل سبل الخيرات، وينهانا عن كل سبل المضرات. يقول جل وعلا في بيان ما يدعونا إليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية شملت جميع أبواب الخير تأمر بها، وشملت أيضا جميع أبواب الشر تنهى عنها. فالله مما يدعون إليه العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ومما يدعون لتركه الفحشاء والمنكر والبغي. قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فالله يدعونا إلى فعل الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. الله جل وعلا يدعونا إلى العدل الذي به قامت السماوات والأرض، العدل مع كل الناس، مع الموافق والمخالف، مع القريب والبعيد. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يحملنا بغض قوم أن نظلمهم أو أن لا نعدل معهم، كما لا يحملنا ظلم قوم أن نعتدي فيهم حكم الله جل وعلا. فقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فلا ظلم أبدا ولا اعتداء أبدا، بل هو معاملة بالعدل. فالعدل واجب مع كل أحد وفي كل أحد وفي كل حال، وبالعدل قامت السماوات والأرض، بل العدل حتى في القول. قال جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. الله جل وعلا يدعونا إلى حفظ الحقوق في النفس والمال والعرض. يقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. بل إن الله تعالى يدعونا إلى قطع كل الوسائل التي تنتهي سواء إلى القتل، سواء إلى الشرك أو إلى القتل أو إلى هدم الأعراض. فيقول جل وعلا: ولا تقربوا الزنا. ويقول جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويقول جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كل هذه وسائل لحفظ العرض، ومثلها في حفظ النفس وفي حفظ المال كذلك. يقول جل وعلا داعيا لنا ومبينا بعض ما يدعونا إليه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تضمنت الآية الإحسان إلى النفس والإحسان إلى الناس جميعا، القريب والبعيد، الموافق والمخالف، المؤمن والكافر. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الله يدعونا إلى حفظ العهد وحفظ الأمن سواء مع الموافق أو المخالف. يقول جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك
فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. هذا ما يدعونا إليه ربنا جل وعلا، وهذه هي دعوة القرآن، وهذا هو دعوة الإسلام، وهذه هي دعوة الإسلام، وهذه هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فهي دعوة إلى الإسلام، أو هي دعوة الإسلام وإلى السلام، لتنتهي بالناس إلى دار السلام، كما قال ربنا تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله تعالى يدعونا أيضا في دنيانا إلى فعل كل ما يقربه إليه، أو وترك كل ما يبعده عنه. يدعونا إلى فعل كل ما يقرب إلى الجنة، وينهانا إلى عن كل ما يباعدنا عن الجنة أو يقربنا من النار. يدعونا جل وعلا إلى بذل الخير والنفع للنفس وللغير. يدعونا جل وعلا إلى ترك الأذى وترك الضرر. يدعونا جل وعلا إلى نشر السلام والأمن والأمان، إلى نشر الخير ومنع الضر والأذى. يدعونا جل وعلا إلى كل ما فيه مصلحة وتكميل لها، ويدعونا جل وعلا إلى ترك كل مفسدة وتقليل ما وقع منها. هذا بعض ما جاء في كتاب الله عز وجل، ومعه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مما يدعون الله إليه. هذا بعض ما جاءت به دعوة الإسلام، ليتعلم المسلم ذلك حتى يثبت إيمانه ويثبت على دينه. وإذا ما أراد أن ينقل دعوة الإسلام فلينقل لهم ما دعا الله عز وجل إليه. فما من أمر دعا الله إليه يقول العقل فيه لا، وما من شيء دعا الله لتركه فيقول العقل الصحيح الصريح فيه أن افعل أو نعم. هذه دعوة الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليها، وأن يميتنا عليها، وأن يجعلنا ممن يدعون إليها. ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. كما نسأله تعالى أن ييسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، وأن ييسر أمر كل مسلم ومسلمة. ونسأله جل وعلا أن يجيب دعاءنا بالسقيا. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.